الموت يغيب رائد الفضاء الأمريكي السابق جون غلين الذي منحه الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما في العام 2012 وسام الحرية الرئاسي. غلين الذي شغل مقعدا في مجلس الشيوخ الأمريكي لفظ أنفاسه الأخيرة في مستشفى السرطانات الخاص بجامعة أوهايو بعدما تراجعت حالته الصحية عن عمر ناهز 95 عاما. جون غلين يعتبر أول رائد أمريكي أكمل دورة حول كوكب الأرض على متن مركبة فرينشيب 7 الصغيرة في العام 62 900 و1000، كما يعتبر ثاني رائد فضاء في العالم بعد السوفيتي يوري جاجارين وثالث رائد فضاء أمريكي يحلق في الفضاء. وفي العام 98 900 و1000 نفذ جون غلين مهمة مماثلة، وكان حينها في 77 من العمر، ليكون بذلك أكبر رائد فضاء في العالم.